واحد بيعلق على الآية اللي جت في إنجيل الساعة الثالثة من يوحنا 14: لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. دي بيتكلم عليها السيد المسيح من الناحية البشرية. من جهة اللاهوت، الآب مش أعظم منه في اللاهوت، لكن من جهة إن هو أخلى ذاته وأخذ شكل العبد ووضع نفسه وصار كإنسان، أصبح الآب في مجده أعظم من هذا الوضع يعني. ومع ذلك تلاقوا الآية دي وتفسيرها موجودة في الجزء الثامن من كتاب سنوات مع أسئلة الناس. الجزء الثامن صدر اليومين دول، وفيه أسئلة لطيفة جدا وردود على كثير من الشكوك التي توجه إلى لاهوت المسيح. أحب أنكم تقتنوه وتستفيدوا منه، من أحسن الكتب بتاعت سنوات مع أسئلة الناس.